ولا مالي بكتب ومتسمي. قابلت مرة شبيه فندق عمل معايا الصح تمام. مافيا 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 مافيا. انا اصلي نشيط متدرب في مشاكلي عمري ما بهرب، دايما ابص لقدام نشيط في قوة بندام. وضربني ولا سمع عليا فكرت اخر يوم ليا من غير حكاية ولا قضية. وريني نفسك يا عينيا وريني نفسك يا عينيا. انا هبت فكرة في راسي هبقى احسن منه اساسي. جايلك وانت ما تغراش شايفك حاجة ما تسواش. عمال بتقول وتحور ابعد عني لا تتهور، طبعا عمري ما هتصور ان انت تتحداني ان انت تتحداني. اسم الله عليك يا عينيا اسم الله عليك يا عينيا. اتمرن حتى شوية وتعالى لاعب عبده بندام اللعبة دية بندام اللعبة دية. انا مش قدك يا زميلي هيجيني اللي يخليني سفاح في اللعبة دية سفاح اللعبة دية. معلش وانا دلوقتي ديناميت وانت الضحية. بندام اتهور هو سفاح جاله من جوه وضربني مرة بقوة اصله تصورج على اهلي. بطلوا معايا لعب عالمرجلة تتشخص يالا في عيال سهتين تتشخص يالا في عيال سهتين. حكايات عمالة تدور حوارات صعبة بتتحور حكايات عمالة تدور حوارات صعبة بتتحور. فكرة كابتن وزعيم وسلام لكل الجيل 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 وسلام لكل الجيل. نفسي غلطان ان هو اعتمد على بنتي زي ده. لو جه لقى اللعيبه كلها خسرانه هيطلع عينه. ما كانش جه هو واحد. منظر الكابتن واللعيبه بتخسر ورا بعض بس الحمد لله كسبت رغم ان كنت تعبان. ايوه سمير ايوه انا عارف ان انت جامد انا نفسي ابقى زيك. ان شاء الله هتروح بكره هديك العنوان واسم النادي بالظبط وهتروح بكره بعد الماتش. We'll be right back.
عامل ايه؟ طيب.
تشخص يا لفعيال تهتين حكايات عمالة تدور حوارات صعبة بتتحور فكرة كابتن وي